هدفين أخرى أساسية من الاستثمارات هذه اللي داخل المملكة، واحدة خلق الوظائف، لأنه على مدى 10-15 سنة الجاية راح يكون في حاجة كبيرة لخلق الوظائف، وإحنا إن شاء الله من خلال رؤية 2030 التزمنا بتخفيض البطالة إلى حوالي 7% عام 2030، فلازم نخلق عدد كبير من الوظائف. الهدف الثاني كمان هو زيادة المحتوى المحلي. في السابق إحنا الحقيقة كان استيرادنا كبير جدا في أشياء كبيرة، من ضمنها شركة الصناعات العسكرية، من ضمنها قطاع التعدين، من ضمنها القطاع الصناعي وقطاعات أخرى. حريصين على أننا نرفع مستوى المحتوى المحلي للصناعات السعودية، لأنه هذه راح تساعد على تطوير الصناعة، بس راح كمان تساعد على خلق الوظائف. أعتقد سبق لوزارة المالية أن أوضحت حتى في التقرير الربعي قبل عدة أيام وضع الدين العام بشكل عام، وذكرنا أن العجز في الميزانية سيتم تمويله من خلال ثلاث قنوات رئيسية، أحداها إصدار أدوات دين. أصدرنا صكوك دولية، من المتوقع أن نصدر أدوات دين في السوق المحلي خلال هذا الربع والربع القادم. بشكل عام سنستمر في الإصدار في السوق المناسب، بالسعر المناسب، في الوقت المناسب، بالعملة المناسبة. كل هذه تعتمد على السوق، كل هذه يعني السوق يتغير كل يوم، فالقرار يعتمد أيضا على وضع السوق. برنامج الخصخصة، ومعالي الأخ محمد شغال مع الهيئة العامة للرياضة عن طريق مركز التخصيص، وصار لهم فترة وماشيين في خصخصة بعض الأندية الرياضية. المملكة العربية السعودية أحد ركائز رؤيتها 2030 أن تكون العمق العربي والإسلامي، والمملكة كانت وعلى مدى سنوات سابقة طويلة جدا وستستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأشقائنا وإخواننا في الدول العربية والإسلامية وغيرها.